أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفسه ونفخه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وجلائل نعمه ودقائق ألطافه، لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره، ورحمة للعالمين ظهوره، عدد من مضى من خلقك ومن بقي، ومن سعد منهم ومن شقي. صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد، صلاة لا منتهى لها ولا انقضاء، صلاة باقية ببقائك، دائمة بدوامك، لا منتهى لها دون علمك، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبالسند المتصل إلى الإمام وبالسند المتصل إلى الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، من كتابه الأدب المفرد، باب دعاء الرجل على من ظلمه. عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي سمعي وبصري، واجعلهما الوارثين مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني منه ثأري. واجعلهما الوارثين مني، يعني أنه أبقى متمتعا بهما إلى حين وفاتي. هذا معنى واجعلهما الوارثين مني، لأن الوارث هو الذي يكون بعد الوفاة. واجعلهما الوارثين مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني منه ثأري. وأرني منه ثأري لأن الله عز وجل منفرد بأسمائه وصفاته، ومن أسمائه سبحانه المنتقم، فلم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الانتقام، ولكن ذكر أرني منه ثأري. وهذا الباب والله تعالى أعلم عقده البخاري رحمه الله تعالى من أجل أن يبين لبعض الناس ممن قد يتعففون عن الدعاء على من ظلمهم، هذا الدعاء العام، أن ذلك جائز ومشروع. ليس معنى ذلك أن العبد ينتقم لنفسه، ولكن معنى ذلك أن العبد يوكل الانتقام لله عز وجل، يوكل الانتقام لله عز وجل. وأما أن ينتقم بنفسه فأنتم تعرفون في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما نيل منه شيء قط فينتقم لصاحبه صلى الله عليه وسلم. نعم. نغدو، يعني نأتي صباحا في الغدوة. يا رسول الله، كيف أقوم إذا صليت؟ فيقول: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، فقد جمعت لك دنياي وآخرتي. واضح. وتابعه عبد الواحد ويزيد الطهار، باب من دعا بطول العمر.
عقد أيضا هذا الباب ليبين للناس، لأنه قد بعض الناس قد يقولون العمر مقدر، فكيف تدعو بطول العمر لصاحبك أو لنفسك؟ لا، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بطول العمر، فلا بأس بذلك، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. الدعاء ينفع مما نزل، يعني من القدر ومما لم ينزل، فلذلك ليدعو الإنسان. هذه أم قيس بنت محصن رضي الله عنها، هي أخت سيدنا عكاشة من أصحاب بدر، وهي أسلمت قديما وهاجرت قديما، وتروى عنها مجموعة من الأحاديث. قال لها ما قالت طال عمرها ولا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. قال لها ما قالت طال عمرها، ما قالت طال عمرها، يعني ولو أن ذلك ورد في معرض، في أثناء مجرد الاستفهام عما قالت، فدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقق فيها. قال ولا نعلم امرأة عمرت ما عمرت، ولا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا أهل البيت، فدخل يوما فدعا لنا، فقالت أم سليم خويدمك ألا تدعو له؟ يعني ليس المقصود هنا بأهل البيت أهل البيت النبوة، ولكن أهل بيت أنس، بيت أبي طلحة الأنصاري وأم رميثاء أم سليم، هادو رضوان الله عليهم يعني أئمة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد الدخول إلى بيت أبي طلحة ما لا يعتاد إلى غيره، ويأنس فيه ما لا يأنس لغيره. وأنس يكفيك أنه هو ابن مالك، ومالك هو أخو أبي طلحة، وتزوج أبو طلحة بأم سليم بعد وفاة أخيه مالك، واشترطت عليه في مهرها الإسلام أن يسلم، وهذا سيد الخزرج وابن سيد الخزرج أنس، فيعني اعتبرت أن ما يزيد ابنها وهو سيد قومه، ما يزيد ابنها تشريفا هو أن يكون خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت جاءت بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما من بيت من بيوت الأنصار إلا وقد أهداك شيئا، فبني هذا أنس غلام فطن جئت به ليخدمك، فنال سيدنا أنس بذلك هذا الشرف الذي دونه كل شرف. نعم. أهل البيت، فدخل يوما فدعا لنا، فقالت أم سليم خويدمك ألا تدعو له صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له، فدعا لي بثلاث فدفنت 103، وإن ثمرتي لتطعم. هذو الذين ماتوا في حياته من ولده 103، وإن ثمرتي لتطعم في السنة 2، وطالت حياتي حتى استحييت من الناس وأرجو المغفرة. لا إله إلا الله. باب من قال يستجاب للعبد ما لم يعجل. قال أخبرني ابن عبيد مولى عبد الرحمن وكان من القراء وأهل الفقه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. لا ينبغي للإنسان أن يقنط من إجابة الدعاء،
لأنه كل دعوة يدعو بها العبد إما أن يجيبها له، وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة، وإما أن يغفر له من الذنوب مثلها. والإنسان لا يعلم أي ذلك خير له، أي ذلك خير له. ولهذا أبدا الإنسان يستمر في الدعاء ولا يقنط من الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. يدعو الله عز وجل، لأنه ليس المقصود بالدعاء إلا العبادة والتذلل لله عز وجل وإظهار الفاقة بين يديه. هذا هو معنى الدعاء، يدعو كما أمره الله عز وجل أن يدعو، يدعو تعبدا لله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، أو يستعجل فيقول: دعوت فلا أرى يستجيب لي فيدع الدعاء. يعني لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. في كثير من الناس، في كثير من الأحيان، بعض الناس حينما يسمعون دعوة بالباطل وبالإثم لشخص يحزنون لذلك. يا سيدي لا تحزن، إذا كان إثما فلن يستجاب له، يعني كن براحة بال، لا تحزن، دعه يقول ما يشاء. فلذلك ما إذا دعا بإثم أو قطيعة رحم، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، هذا من رحمة الله تعالى بعباده، لأن الإنسان يغضب ويتتقلب عليه الحدثان، فالله عز وجل يستجيب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. باب من تعوذ بالله من الكسل. قال: نعم، هذه الخصال كما قلنا بالأمس، الكسل، ما المطلوب في الكسل؟ كيف ندفع الكسل؟ ندفع الكسل بالاجتهاد، يعني هذا مما كلفنا به، هذا تكليف بالنسبة إلينا، لأن نعوذ بالله تعالى من الكسل. الكسل يودي بصاحبه، والكسل هو من الشيطان، يتكاسل العبد عن الصدقة، ويتكاسل عن العمل الصالح، ويتكاسل عن الصلاة، ويتكاسل. هذا الكسل من قلة الهمة عند العبد، فهو مطلوب بأن يجدد عزيمته وأن يكون له عزم وحزم. إذن هذا مطلوب منك، وأنت تدعو الله تعالى به أن يعطيك إياه، أن تطلب منه. نعم، اطلب الله عز وجل كما تطلبه، لأن هذا من التوفيق. إذا رفع الله تعالى عنك الكسل فهذا توفيق من الله لك، لأن التوفيق هو إرادة ثانية في جميع الأعمال، هنالك الإرادة الأولى التي منك، وهنالك الإرادة الثانية من الله عز وجل. والتفتوا إلى ما ذكر في التوفيق في القرآن العظيم، ذكر مرتين فقط: الأولى يريد إصلاحي يوفق الله بينهما، والثانية إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. يعني الإرادة الأولى بالنسبة للحكمين أو للزوجين على اختلاف القولين في الموضوع، الإرادة الأولى هي إرادة الإصلاح، وحتى الثانية إرادة الإصلاح، أنت عليك أن تكون مريدا للإصلاح، الله عز وجل سيوفقك، الله عز وجل سيوفقك. وفي حديث عثمان أنه أرسل حكمين ليصلحا بين زوجين، فجاء إليه وقالوا: لم نستطع أن نصلح بينهما. قال: إن يمكنكما أن تجمعا ويمكنكما أن تفرقا. قال: أرجعا
وجددا نيتكما، فإن الله تعالى يقول إن يريد إصلاحا، يعني الحكمين يوفق الله بينهما، يعني الزوجين. فالعبد يدعو الله تعالى ويستعيذه من الكسل ويدعوه أن يرفع عنه الكسل، يعني هو قرين الدعاء بالتوفيق في هذه الهمة للعمل. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمغرم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب النار. تعرفون لماذا يسمى الدجال بالمسيح؟ لأن إحدى عينيه ممسوحة، لأن إحدى عينيه ممسوحة. ليس المسيح عليه السلام، نبي الله عيسى يسمى بالمسيح لأنه مسيح بالزيت التي يقاد فيها منها في بيت المقدس لما ولد، فلذلك يسمى المسيح. ولكن هذا الدجال لعنه الله يسمى بالمسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة. فهذا المسيح الدجال، نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، هذا مما يتعوذ بالله تعالى منه. بل يوصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا إذا سمعنا به بأرض فلا نذهب إليها. ومن هذا الباب كل أن الإنسان لا يأمن على نفسه أن يفتن، لا يأمن على أحد، لا يأمن أحد على دينه أن يفتن إلا فتن. ينبغي للإنسان أن يتجنب المزالق والفتن ومداخل الفتن. إذا سمع بالفتنة وبفتنة من نوع ما، لا يقول بأنني أستطيع أن أواجه، لا سيدي، الخير كله في السلامة، الخير كله في السلامة. فلا يريد الإنسان موارد الفتنة أبدا. قلنا إذا سمعتموه في أرض فلا تدخلوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شر المحيا والممات وعذاب القبر وشر المسيح الدجال. وكذلك التعوذ من عذاب القبر هو ما، كيف تقول سيدنا عثمان رضي الله عنه: ما رأيت منظرا إلا والقبر أقبح منه. يعني ليتذكر الإنسان، الإنسان الآن يدعو، الله عز وجل جعله الآن لسانه رطبا بالدعاء، فليتذكر دخلة القبر وشدة القبر، وليتعود بالله تعالى من ذلك. باب من لم يسأل الله يغضب عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله غضب الله عليه. هذا شرط وجواب، شرط وجواب ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس إذا سألتهم ثم ألحت في السؤال يغضبون، والله عز وجل إذا لم تسأله يغضب. هذا قلنا أن الدعاء ندعو الله تعالى تعبدا وخيفة ورغبة ورهبة وطمعا. فالله عز وجل، هل تتصور أنه، ولهذا تنقل تنزه وسبحان الله تعالى وتنزه وتعالى علوا كبيرا أن يشبه أحدا من خلقه. الله تعالى أكرم الأكرمين، ولهذا بغيتكم هذا الباب تتفكرون فيه، لنتصور شخصا هو أكرم الكرماء من المخلوقات، أكرم الكرماء من المخلوقات. هل يخطر ببالك أنه إذا لم يسأل أحد يغضب عليه؟ أكرم الكرماء من الناس هو الذي يكرم من يسأله ويبتدئ حتى من لا يسأله، أليس كذلك؟ ولكن الله عز وجل لما نسمي الله تعالى باسم القدوس، لما ننزه الله تعالى
يقول بعض العلماء أو أكثر العلماء هو المنزه عن النقائص، المنزه عن النقائص، ولا ينبغي أن يقال هكذا في الأدب، في الأدب مع الله عز وجل لا نقول منزه. كيف يخطر على بالنا النقائص ونحن نتكلم عن الله؟ بل لله المثل الأعلى، كل كمال مطلق لا وجه للنقص فيه بوجه من الوجوه أو لا دخل للنقص فيه بالوجوه، فالله تعالى أولى أن يتصف به. فإذا لا نقول المنزه عن كل كمال لغيره، كرم الله تعالى منزه أن يشبه كرم المخلوقين. الله تعالى إذا أعطى أدهش، الله عز وجل عدله منزه أن يشبه عدل أعدل العادلين. فلذلك الذي ينبغي في الأدب أن نقول هو المنزه عن كل كمال لغيره. نتحدث عن الكمالات الإنسانية الموجودة في المخلوقات، نقول يسمع جيدا ويرى جيدا وهذا أكمل سمع وهذا أكمل، هو منزه أن يشبه يشبهه شيء مهما أو كمال من الكمالات. ومن هذا الباب انظروا هذا الذي يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. عن أبي صالح الخوزي قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأله يغضب عليه. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، ولا يقولن أحدكم: إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. دائما هذه الأحاديث التي يذكرها الإمام البخاري في الأدب المفرد على غير المعنى الذي بوب به، كل حديث ذكره على لا يدخل في المعنى الذي بوب بوبه، فإنما ذكره لفائدة مكملة في نفس الباب فيما يتعلق بنفس الباب. يعني هنا بعد أن ذكر حديث من لا يسأل من لم يسأل الله يغضب عليه المندرج في الباب، وذكره من طريقين وذكره من روايتين، ذكر بعده هذا الحديث أنه عزيموا إذا دعوتم الله تعالى فعزيموا في الدعاء، ولا يقول أن أحدكم إن شئت فأعطيني، بمعنى أن الله تعالى في دعاء الله تعالى في كرم الله تعالى لا يشابه. أنت إذا سألت الناس، تكلمنا عن المكرم دابا الآن الذي يحل به الكرم، الآن نتحدث عن من يحل به الكرم. الأدب معه هو أن نقول إن شئت أو إن استطعت، ولكن ذلك بخلاف الأدب مع الله عز وجل، لأنه لا يشابه، هو منزه عن كل كمال لغيره، فالله عز وجل لا مكره له، ولا يعني لا يعجزه شيء. قال: فإنه لا مستكره له، يعني أضاف إضافة الألف والسين والتاء صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، والزيادة في المبنى تدل على زيادة في المبنى، لا يمكن أن يناله أحد بإكراه. نعم. عن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا ثلاثا: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يضره شيء، وكان أصابه طرف من الفالج فجعل ينظر إليه ففطن له فقال: إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله ذلك اليوم ليمضي قدر الله. نعم. هذا راوي الحديث
لما روى الحديث قال من قال ثلاثا إذا أصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء، وإذا قالها في المساء إذا أمسال لم يضره شيء في تلك الليلة، فجعل ينظر إليه لأنه أصابه فالج، هذا اللي تيتسمى يعني اختناق عروق، عرق من عروق الدماغ، فيكون النصف ديال الإنسان شلل مشلول. قال له أصابه هذا الفالج، فصار ينظر إليه، يعني قال أما إنني في اليوم الذي قدر الله تعالى أن يقع لي ما يقع لم أقلها. باب الدعاء عند الصف في سبيل الله. عن سهل بن سعد قال ساعتان تفتح لهما باب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته حين يحضر النداء والصف في سبيل الله. هو الدعاء له أماكن وله حالات، إجابة الدعاء لها مواضع ولها أزمنة ولها حالات، مواضع وأزمنة وحالات، هذه من الحالات التي يستجاب فيها الدعاء، عند نداء للصلاة وعند التقاء الصفين في سبيل الله. يعني وتأتي هنا إن شاء الله تباعا. نعم. باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي صرمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. تنبهوا إلى ما بوب به البخاري لهذا الحديث، قال باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يحدثنا بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة؟ بلى، أخبرنا بذلك، ولكن لماذا بوب هذا الباب؟ انظروا إلى متن هذا الحديث، متن هذا الحديث كأنه يقول قد ثبت من دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل الله تعالى الغنى، هذا هو المقصود بهذا الباب. لماذا خصص هذا الحديث بهذا الباب وبهذا الذكر؟ تأملوا في هذا اللفظ، قرأوه اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. أولا نتوقف عند ثلاثة أمور في هذا الحديث. الأمر الأول هو اللهم في بداية هذا الحديث، كلمة اللهم، هذا قل أن يوجد دعاء صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو مبدوء بهذا الاسم من الأسماء الحسنى اللهم، ولذلك قال بعض العلماء قالوا هذا هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، هذا هو السبب. إذن قد تكون إشارة الإمام البخاري بباب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعائه بهذا الاسم الجليل. الأمر الثاني سؤال الغنى، سؤال الغنى أرجو أن تنتبهوا إليه، سؤال الغنى فيه أمران. الأمر الأول هو هل يمكن أن يكون للعبد غنى؟ فالغني هو الله المنفرد بوصف الغنى الذي يفتقر إليه كل أحد ولا يفتقر لأحد، هو الله عز وجل. هل يطلب العبد الغنى مع أن الغنى لا ينبغي ولا يكون إلا لله عز وجل؟ لا، ليس المقصود بذلك. المقصود
المقصود هو أنه لا يسأل الغنى الذي لا ينبغي إلا لله، يسأل من الله تعالى أن يغنيه عن الخلق وأن يفقره إليه، لأن العبد إذا افتقر إلى الله تعالى استغنى عن الخلق، فلا يصح الغناء إلا بوجود الفقر إلى الله تعالى. لأن كل من افتقر إلى الله سبحانه وتعالى استغنى به، ومن استغنى بالله، من استغنى بالله لم يفتقر إلى غير الله. وأنتم تعلمون ما في هذا الباب. الأمر الثاني هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني مع المساكين. هل هنالك تناقض بين هذا الدعاء وبين الدعاء بالغنى؟ لا تناقض بينهما، لأن الدعاء بالمسكنة، الدعاء للمسكنة هي الخشوع والخضوع لله عز وجل، ليست هي الفقر، فالفقر شيء والمسكنة شيء. مش واضح؟ المسكنة هي التواضع، المسكنة هي التواضع. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من الفقر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى الغنى كما ورد في هذا الحديث. ما زال النقطة الثالثة، شنو هي النقطة الثالثة؟ هي في قوله: اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. معنى وغنى مولاي؟ صاحبي وقريبي وحبيبي وجاري وصاحبي، يعني لا تحوج أحدا منهم، وصهري، ادخل في هذا المعنى كله. عن أبي صرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. عن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به. قال: قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. قال: وكيع، مني يعني الزنا والفجور. واضح، يعني ما يجلبه السمع، ما يجلبه البصر، ما يجلبه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا، فإن هنالك خطايا عن طريق البصر وخطأ، ولكن هذه كلها نعم، السمع والبصر والقوة هذه كلها نعم، وهذه النعم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أن نصرفها في طاعته، يعني أن لا نعصي الله تعالى بنعمه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، ويسر الهدى لي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، ويسر لي الهدى، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني شكارا لك ذكارا لك راهبا لك مطواعا لك مخبتا لك أواها منيبا، تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. هنا كلمة نتوقف عندها: راهبا لك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرهبانية. واش هذا بمعنى الرهبانية؟ لا، هذا بمعنى الخشية، الرهبة من الله، خشية الله،
جعل في قلبي خشيتك، ماشي بمعنى الرهيب ديال الربانية. أنتم ترون هذه الموسيقى في هذه الدعوات، هذه الموسيقى وهذه الفصاحة والبلاغة والبديع وبأنواعه اللي في هذه الأدعية النبوية كلها، لأن هذه عبادة، وكلما كانت العبادة أحسن، لأنه هو خطاب لله عز وجل، فينبغي أن يكونك أحسن وأبلغ وأفصاح وأحسن ما يستطيع الإنسان، لأن هذا عرض لحالك وعرض لافتقارك على الله عز وجل، هذا خطاب منك إلى الله عز وجل، يعني ينبغي أن يكون على أحسن ما يكون من البلاغة والبيان. واضح؟ نعم. قال معاوية بن أبي سفيان على المنبر: إنه لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سمعت هؤلاء الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد. بعض الناس قد لا يعرفون معنى الجد عندما يسمعون هذا الحديث، وما ورد بألفاظه المتعددة: لا ينفع ذا الجد منك الجد. معنى الجد هو الحظ. نعم، لا يعني قد يكون غنى بشيء من المتع، وقد يكون حظا من الحظوظ، وقد يكون شجاعة، وقد يكون قوة، وقد يكون عزا، وقد يكون ملكا، وقد يكون أي شيء مما يكون به العبد، مما يعده العبد في قوته وفي حوله وفي استطاعته. فكل ذلك مما يكون للعباد لا ينفع عند الله عز وجل إلا من رحمه الله. قال: حدثنا محمد بن كعب قال: سمعت معاوية نحوه: ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأن الفقه على مراتب، والفقه في الدين على مراتب، وأهم هذه المراتب وأعظمها هو ما يتعين من العلم، هو الفرض العيني، وقد يعبر عنه أيضا بالضروري، لأن معنى الضروري من الكليات، معنى الضروري من العلم، الضروري أو حفظ الضروريات أو الكليات، الضروريات من الدين هي التي يهلك العبد بهلاكها، تهلك نفسه أو يهلك دينه أو يهلك ماله أو يهلك عرضه أو يهلك عقله. فما يحافظ على هذه الضروريات من العلم بالدين هو أساسها روح. هنالك بعض الأشياء التي قد لا تتعين على الشخص، مثلا في نوع من التجارة أو نوع من الصناعة ربما لا يعلم حكمه، ليس متعينا عليه لأنه لا يمارس ذلك، ولكن إذا مارس ذلك تلك التجارة ينبغي أن يعرف حكمها وحكم الشرع في دقائقها وتفاصيلها، حتى لا يأتي بمخالفة فيها. فإن العبد تعرض له في ليله ونهاره وفي جميع أوقاته وعلى امتداد حياته مسائل لا يمكنه أن يحضر الفقيه معه أينما ذهب ليقوم له بالقياسات فيها. هنالك أشياء تحدث للمرء في كل لحظة ونفس، فينبغي أن يكون فقيها في نفسه
ليعرف كيف يتصرف فيها. ولذلك علمنا شيوخنا وعلماؤنا وعلماء هذه الأمة من تفاصيل الأحكام ومن دقائقها ما يكون به الإنسان مستعدا لمواجهة ما يحدث له من الأمور التي يكثر حدوثها للناس في الأمور الضرورية مما يبتلون به، مثلا من أمور وضوئهم وصلاتهم وغير ذلك. وقد تكون الواقعة التي وقعت لي ليست هي التي وقعت للآخر، فهنالك نوع من القياس يقوم به الإنسان في نفسه، يقيس حاله بما يعلم من الفقه في كل لحظة. نعم سيدي. عن ابن عجلان عن محمد بن كعب سمعت معاوية نحوه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أوثق الدعاء أن تقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي لا يغفر الذنوب إلا أنت ربي رب اغفر لي. بما يذكرون هذا الحديث بحديث أن عبدا أذنب فتاب إلى الله فتاب عليه ثم عاد إلى الذنب فتاب فتاب الله عليه ثم عاد إلى الذنب فتاب فقالت الملائكة ما أكثر ما يعود إلى الذنب، فقال الله عز وجل عبدي علم أن له ربا يؤاخذ بالذنب ويغفر الذنب شهد أن غفرت له. يعني أول شرطين للدعاء هو أن يعترف الإنسان بعبوديته وافتقاره لله عز وجل، وأن يتذلل ببابه، وأن يظهر ظلمه لنفسه. وقلنا ليس معنى الظلم لنفسه حتى يلج في الكبائر وحتى يعمل المصائب، لا، من ظلم الإنسان لنفسه أنه لا يؤتي شكر النعم التي أنعم الله عليه بها. فلو صلى الإنسان حتما صلى وصام وفعل لا يمكن أن يكافئ نعمة واحدة من نعم الله عز وجل، فكيفما يخوض فيه الإنسان من أحواله ومن أمور الدنيا أليس بظالم لنفسه؟ لا يصرف عمره وما قيض الله له من عمره وأوقاته في التقرب إلى الله تعالى وشكره على نعمه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واجعل الموت رحمة لي من كل سوء، أو كما قال. أرجو، هذا باب ذكره البخاري، هذا الباب ذكره البخاري رحمه الله تعالى ليقول لنا ماذا يقول لنا البخاري في هذا الباب. يقول احفظوا هذه الأدعية، احفظوا هذه الأدعية، واضح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان في الحديث ثلاث، زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن. عن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الخمس، من الكسل والبخل وسوء الكبر وفتنة الصدر وعذاب القبر. ليست فتنة كفتنة الصدر، ليست فتنة كفتنة الصدر، لأني لم يضيف الفتنة إلى الصدر من أجل موافقة السجعة، لا، فتنة الصدر هي فتنة القلب، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يعني فتنة الصدر هي فتنة القلب، كل فتنة دون فتنة القلب هينة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فكل فتنة دون فتنة الصدر هينة. قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل
وضلع الدين وغلبت الرجال. ضلع الدين هو تفسيرهما في الرواية الأخرى غلبة الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، إنك أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أسألك الهدى والعفاف والغنى. وقال أصحابنا عن عمرو والتقى. عن ثمامة بن حزن قال: سمعت شيخا ينادي بأعلى صوته: اللهم إني أعوذ بك من الشر لا يخلطه شيء. قلت: من هذا الشيخ؟ قيل: أبو الدرداء. عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد كما يطهر الثوب الدنس من الوسخ. ثم يقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال شعبة: فذكرته لقتادة فقال: كان آنس يدعو به ولم يرفعه. الشيخ من هو شعبة؟ ابن الحجاج. عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. عن أبي أمامة قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعا. هذا الاستعادة من أن أظلم أو أظلم قد ذكرنا قبل هذا، قد ذكرنا قبل هذا ما يتعلق بهذا المعنى. قد يكون العبد مظلوما ويصير ظالما، فلذلك بقدر ما يستعيذ الإنسان من أن يظلم ينبغي أن يستعيذ بالله من أن يظلم أحدا، لأن عاقبة الظلم وخيمة. عن أبي أمامة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بدعاء كثير لا نحفظه، فقلنا: دعوت بدعاء لا نحفظه؟ فقال: سأنبئكم بشيء يجمع ذلك كله لكم: اللهم إنا نسألك مما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو كما قال. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لا حول ولا قوة إلا بالله في حديث معاذ، هل تدري معناه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب وقال: هل تعرف معناه؟ قال: علمني يا رسول الله. قال: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله. الحول معنى الحول، التحول، الانتقال. لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. فكأنه يسأل الحول عن المعصية والعصمة من المعصية، ويسأل الله القوة على الطاعة. فلذلك استحالت، هي من نوع التسبيح، ولكنها تستحيل، ولذلك كان لها هذا القدر العظيم. فيها المعنيان معا، من تنزيه الله تعالى وتمجيده وتسبيحه، ومن دعائه سبحانه وتعالى. ولذلك كانت من غراس الجنة، كلما يقول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يغرس لها غرس في، يغرس له بها غرس في الجنة. وهي من وصية خليل الله إبراهيم عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أبلغه إلينا السلام إلى أمته، وقال: أوصيهم أن يكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة النار. عن سعيد قال: كان ابن عباس يقول: اللهم قنعني بما رزقتني قنعني، هذا خطأ انطباعي. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة بخير.
عن أنس رضي الله عنه قال هنالك تحدثنا عن الغنى وعن الفقر، وليس هنالك من غنى كالقناعة. إذا لم تكن مع العبد قناعة، يعني كم تريد من الدنيا؟ ما هو مبلغ ما تحتاجه لئلا تفتقر إلى الناس؟ ما هو مبلغه؟ هل تعرف رقما؟ هل تعرف حالا؟ لا. تسأل الله تعالى أن يكفيك وأن يرزقك الكفاف، هو أن يكفيك، أن يكفيك وأن يقنعك بما يعطيك. من سأل الله السلامة والعافية الذي لا يرزق القناعة، الذي لا يرزق القناعة كأنه يأكل ولا يشبع، وقد يبتلى، وقد يبتلى مع ما يحوزه من المال بالبخل فيه. ولهذا استعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من البخل، والبخل أصله ومرده إلى قلة القناعة، والبخل هو الفقر المعجل. الفقر المعجل هو يخاف من الفقر فيبخل، فيعجل لنفسه الفقر، يشتري الفقر بماله. هل عرفتم هذه الموازنات؟ أريدكم أن تفقهوها، أن تدخل في قلوبكم هذه الموازنات، وأن روح المسألة هو القناعة، ومن يستعفف يعفه الله. عن أنس قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عن أنس قال رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا التعوذ من فتنة الصدر، وهذا نفسه التعوذ من فتنة الصدر. قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالبرد والثلج والماء البارد. بالبرد، بالبرد، اللهم طهر، هو هذه القطرات المتحجرة من الثلج، هو البرد. اللهم طهرني بالبرد والثلج والماء البارد. هذا خطأ طبعي هناك. اللهم طهرني من الذنوب ونقني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. باب الدعاء عند الغيث والمطر. هذا كله كما قلنا من الجزالة، هذا يسمى الجزالة والإطناب. مدار هذه الأربع كلها على معنى واحد، ولكن جاءت على معنى الإطناب، وكلها مختومة بالتاء وبكاف الخطاب، وكلها على وزن واحد، فهي كأنها حلة مرقومة. باب الدعاء عند الغيث والمطر. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاة، ثم أقبل عليه، فإن كشفه الله حمد الله، وإن مطرت قال اللهم صيبا نافعا. يعني كان يخشى إذا تراكم السحاب وسمع الرعد وبرق البرق واشتدت الريح، كان صلى الله عليه وسلم يخشى أن ينزل بالأمة شيء من العذاب، فكان يتغير حاله في تلك الحال ويكثر من الدخول والخروج شفقة على أمته أن يعذبهم الله عز وجل. فإذا نزل الغيث سري عنه وصار يدعو حتى اللطف فيه اللهم صيبا نافعا.
باب الدعاء عند الموت. قال: حدثني قيس قال: أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ندعو بالموت لدعوت به. اكتوى سبعا يعني ما لما نزل به، وهو آخر الدواء الكي، وقد نزل به المرض حتى أفضى به، حتى قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ولو أنه في شدة ما أصابه، مع أنه في شدة ما أصابه، ومع ذلك يمتثل الأمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطائي كله وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، قلت: لبيك. قال: إني أحبك. قلت: وأنا والله أحبك. قال: ألا أعلمك كلمات تقولها في دبور كل صلاتك؟ قلت: نعم. قال: قل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبالسند المسلسل بقول الراوي: إني أحبك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، إني أحبك، ألا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاتك؟ قل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإنني أحبكم وأوصيكم بهذا السند، أوصيكم بهذا السند المسلسل بقول الراوي إني أحبك، وهو السند المسلسل بالمحبة، أن لا تدعوا أن تقولوا بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قبلتم الإجازة بهذا المسلسل بعد السلام أو قبل السلام أو كما تيسر، لأن فيه روايات، ولكن لا يدع ذلك، لأنه لا معين إلا من أعان الله. لا يقول أحد بأن الله تعالى هو الذي أمرنا بذكره وشكره وحسن عبادته فكيف ندعوه فيما أمرنا به، بل لا عون إلا من الله ولا موفق إلا الله، فلذلك داوموا عليها. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب الكلمة؟ فسكت ورأى أنه هجم من النبي صلى الله عليه وسلم على شيء كرهه، فقال: من هو؟ فلم يقل إلا صوابا. فقال رجل: أنا أرجو بها الخير. فقال: والذي نفسي بيده، رأيت 13 ملكا يبتدرون أيهم يرفعها إلى الله عز وجل. وهذا مما يدل على الاجتهاد في الدعاء، وأنه ليس في ذلك حد محدود، وأنه يمكن لكل أن ينشئ ما يتيسر له من الحمد والشكر والدعاء، وأن ما ورد من ذلك مأثورا لا يعني الاقتصار عليه. قال: حدثني أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. قال: حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن: أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة القبر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته. من هي ميمونة؟ من هي ميمونة؟ هي خالة سيدنا عبد الله بن العباس رضي الله عنهما ورضي الله عنها. ميمونة وأم سيدنا العباس هي أختها أم الفضل، وهم هي مجموعة من الإخوة من النساء الإخوة. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم باثنتين منهما، زينب بنت الحارث وميمونة. زينب بنت الحارث كانت تسمى أم المساكين، شهد أنه قيل في أمهن: ما رأينا عجوزا أكرم أصهارا منها. وصهر الآخر بنتها الأخرى مزوجة سيدنا جعفر، والأخرى مزوجة سيدنا حمزة، أخرى مزوجة سيدنا أبو بكر، يعني ما رأينا أكرم أصهارا منها. وكانوا من أشد أنصار الدين. تعرفون أم الفضل؟ أم الفضل هي التي كانت داعية التي أدخلت سيدنا العباس في الدين. أم الفضل هي التي ضربت أبا لهب بمعراض الباب وشجته ومات منها لما كان يدبره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحدة منهن يمكننا أن نتحدث عنها طوال الليل رضوان الله تعالى عليهن جميعا. فكان يبيت عند خالته ميمونة، يعني في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته، فغسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أبقيه، فتوضأت، فقام يصلي، فقمت عند يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاته من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وأعظم لي نورا. قال كريب: وسبعا في التابوت، فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. يعني كلهن اجعل لي فيهن نورا. عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فصلى فقضى صلاته يثني على الله بما هو أهله، ثم يكون من آخر كلامه: اللهم اجعل لي نورا في قلبي، واجعل لي نورا في سمعي، واجعل لي نورا في بصري، واجعل لي نورا عن يميني، ونورا عن شمالي، واجعل لي نورا بين يدي، ونورا من خلفي، وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني نورا. عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل قال:
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت. عن ابن عباس رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني وأهلي، واستر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن يساري ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. قال: حدثنا عبيد بن رفاع الزرقي عن أبيه قال: لما كان يوم هذه كلها تدخل في أذكار الصباح والمساء، هذه كلها أدخلها السادة المربون والمعلمون في أذكار الصباح والمساء مما يداوم عليه إذا أصبح وإذا أمسى، وهذه تذكر أيضا عند الخروج، عند الخروج للأولى ولا الثانية. لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال يعني في تعرفوا دعاء الخروج: أعوذ بك أن أضل أو أضل، بسم الله توكلت على الله لا قوة إلا بالله، وتذكروا بعدها جعل لي نورا على التفصيل الذي فيها، وتقول أعوذ بك أن إلى أن تقول أعوذ بك أن أغتال، أحفظني من بين يدي من خلفي عن يميني عن شمالي من فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الحرب. اللهم عائدا بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. قال علي: وسمعته من محمد بن بشر وأسنده ولا أجيء به. باب الدعاء عند الكرب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. الكرب هو الشدة، شدة العظيمة، وهذا لا يسمى دعاء، هذا ذكر، فمن الذكر ما هو أولى عند الشدائد، وهذا الذكر مما يجأر به، هذا الجؤار مما يجأر به عند الكربات من الجؤار. عرفتي ما هو الجؤار؟ هو نداء العجل لأمه بصوت خاص، يعني يدخل على القلوب فهو يجأر بها ويعيدها ويكررها عند الكرب، يأوي إليها. قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبتي، إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. قلت لكم دعوات الصباح والمساء: أسمعك تدعو كل غداة، يعني كلما أصبحت تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، فقال: نعم يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهن،
وأنا أحب أن أستن بسنته صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة في رفقته بجاه عندك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.